طالب الصحفي محمود العتمي في الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان كواحد من ضحايا إرهاب الميليشيات الحوثية، طلب المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتحقيق في واقعة استهداف زوجته الشهيدة رشا الحرازي ومحاسبة ميليشيات الحوثي على إرهابها الدائم بحق الصحافة والصحفيين اليمنيين. أنا محمود العتمي صحافي يمني. في البداية أود أن أشكر مؤسسة ناعة للسلام والتنمية وحقوق الإنسان على اهتمامها بقضيتي في يوم 9 نوفمبر من العام 2021 بينما كنت أسير برفقة زوجتي الصحفية رشا الحرازي في محافظة عدن بسيارتي تنفجر بعد أن ألصق بأسفلها عبوة ناسفة لتلقى زوجتي حتفها في الحال ومعها جنينها الذي كاد على وشك أن يرى الحياة، ولأصيب أنا بإصابة بالغة كنت أفقد على أثرها حياتي. سيد الرئيس، أود أن أؤكد أني تلقيت تهديدة سابقة لعملية الاغتيال من قبل جماعة الحوثي وقاموا باعتقال شقيقي لمدة 1.5 عام وكذا إجبار والدي على التبرؤ مني في محاولة الإسكات على خلفية تغطية الصحفية ونشاط الحقوقي والإنساني في محافظة الحديدة في تجاهل فادح للحماية المكفولة للصحفيين بموجب القوانين والأعراف الدولية التي تحظر أي هجمات على الصحفيين باعتبارهم مدنيون لا يشاركون في أي أعمال عدائية. سيد الرئيس، ما زال يحدون الأمل بأن تضغطوا الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على جماعة الحوثي بأن تفتح تحقيق واضح في واقعة اغتيال زوجة الصحفية رشا الحرازي وإلغاء حكم الإعدام بالغ الجور الصادر ضد 4 من زملاء الصحفيين من قبل المحكمة الجزائية في صنعاء.